برحب بيكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. لايف كلينيك مش بس برنامج، لكن خطه لينا وليكم عشان نوصل لحياه صحيه ونفسيه جيده ونحافظ على صحتنا. وبنناقش ايضا في برنامجنا كل ما يهم الاسره المصريه والمجتمع المصري من اهتمامات طبيه ومشاكل اجتماعيه ونفسيه وبدنيه، وبنحاول دايما ندور على افضل حلول ليها، وده من خلال لقاءاتنا مع مجموعه كبيره من الاطباء والاخصائيين في المجالات المختلفه واللي هيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. ولو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معنا على 1480. موضوعاتنا النهارده مهمه لحياتنا وصحتنا. الفقره الثانيه هنتكلم فيها عن امراض الحساسيه والمناعه عند الاطفال، وخاصه في فصل الشتاء بتنتشر امراض حساسيه الصدر. ايه هي اسبابها وايه هي طرق العلاج والوقايه؟ ده هنعرفه من ضيفنا اللي هيكون مشرفنا في الاستوديو، دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن مرض السكر عند الاطفال. ايه هي اسبابه؟ ايه هي اعراضه؟ وايه هي طرق الوقايه والعلاج؟ وكمان هنتكلم عن مرض قصر القامه عند الاطفال. عشان كده هيكون معانا ضيفنا المشرفنا في الاستوديو دكتور عابد محمد شحاته، استشاري طب الاطفال. اهلا بك يا دكتور، شرفتنا. اهلا بك. دكتور، خلينا في البدايه نتكلم عن مرض السكر عند الاطفال. ايه هي اسباب وجود مرض السكر عند الاطفال؟ قبل ما نتكلم عن اسباب مرض السكر لازم نعرف ان في نوعين لمرض السكر، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول كان بيطلق عليه في السابق مرض سكر الاطفال، والنوع الثاني مرض سكر الكبار. التسميه دلوقتي ما عادتش موجوده، لان سكر الاطفال بيجي في الكبار الان، وسكر الكبار بيجي في الاطفال برضه. يعني انواع السكر نوعين، نوع اول ونوع ثاني بس. بس النوعين متواجدين في الاطفال ومتواجدين في الكبار الاثنين. النوع الاول بيبقى سببه نقص الانسولين، النوع الثاني الانسولين موجود لكن لا يعمل بصوره جيده. النوع الاولاني اللي هو تايب 1، النوع الاول من السكر، نقص الانسولين اسبابه بتبقى في ثلاث اسباب معروفين، لكن ممكن يكون سبب فيهم موجود او ممكن الثلاثه يكونوا موجودين او ممكن ولا سبب من دول موجود ويجي السكر برضه. طب يا ريت تقول لنا حضرتك ايه هي اسباب الاسباب في الاطفال بالذات في تايب 1. في يا يعني اما يجي بعد عدوى زي الحصبه او الحمى النكفيه، التهاب الغده النكفيه، التهاب فيروسي ايا كان اسمه، بعدها باسبوعين او ثلاثه من المرض بتظهر اعراض مرض السكر. حتى احيانا يعني حتى برضو لو الطفل واخد التطعيمات بتاعه الحصبه ممكن فيروس ثاني، اي فيروس، بس حمى الغده النكفيه، التهاب الغده النكفيه ده اكتر سبب من الاسباب الفيروسيه، لكن في اسباب ثانيه فيروسيه كتير، وده السبب الاولاني اللي هو ما بعد العدوى. السبب الثاني وراثي، لكن النوع الاول من السكر لا تتعدى نسبه الوراثه فيه 5% فقط. يجي الطفل مريض عنده سكر، والاب والام والجد والجده ما عندهمش سكر خالص، لكن في نسبه 5% ممكن يجي لهم سكر لو الاب والام او الجد والجده عندهم مرض سكر. السبب الثاني اختلال في الجهاز المناعي. الجهاز المناعي المعروف مفروض وظيفته ان هو بيقاوم اي حاجه غريبه عن الجسم، ساعات بيهاجم الاعضاء الجسم نفسها، يهاجم الجهاز المناعي، يهاجم البنكرياس يفشله، يفشل البنكرياس ما يقدرش يدي انسولين بعد كده. بس ايه هي اسباب ان هي الجهاز المناعه يؤدي ان دي هو بقى اللي مش معروف. يهاجم دي اللي أجزاء دي اسباب الجسم. لاسباب غير معروفه، ودي امراض المناعه معروفه كتيره، مش في البنكرياس في البنكرياس بس، ممكن يهاجم اي حاجه يهاجم القلب، يهاجم حاجات، في حاجات كتيره من الجسم ممكن يهاجمها الجهاز المناعي لسبب غير معروف، يختل المفروض هو عارف اعضاء الجسم كويس، لسبب ما يختل الجهاز المناعي ويهاجم الجسم نفسه، ايا كان العضو بقى بينتج عنه المرض. بالظبط، هو الجهاز المناعي بيعتبرها كحاجه غريبه، كحاجه غريبه او عدو كده، يعتبرها كحاجه غريبه. دول الثلاث اسباب اللي هم معروفين، لكن ممكن يجي مرض السكر ولا سبب من دول موجودين. نعمل الاجسام المناعيه، نلاقي الاجسام المناعيه مش موجوده، نعمل الوراثه مش موجود، ممكن ما جالوش حصبه ولا جاله غده نكفيه ولا حاجه وجاله السكر لاسباب غير معروفه. السبب الثاني، النوع الثاني من السكر، دي اسباب الوراثه فيه، نسبه الوراثه فيه تزيد عن 15%، يمكن 15% اكتر شويه من النوع الاول. مع انه بيجي في الكبار، كان بيجي في الكبار اكتر من الاطفال، لكن نسبه الوراثه فيه اعلى من النوع الاول. اسبابه تانية غير الوراثه السمنه،
والسمنه لها علاقه وطيده تماما بمرض السكر، يعني كل اللي عنده سمنه معرض بنسبه اكبر بكتير من الانسان الطبيعي انه يجي له مرض السكر. ولذلك النوع الثاني ابتدى يجي في الاطفال، هي السمنه لازدياد النسبه لزيادة السمنه في الاطفال في العالم في مستوى العالم كله. السمنه يا دكتور بتاثر على افراز الانسولين في بتأثر البنكرياس على كل حاجة. فبالتالي بتأثر ممكن تؤدي لمرض السكر. وظيفه البنكرياس يعني البنكرياس المفروض عشان يشتغل بيبقى فيه اماكن في الجسم اسمها مستقبلات الانسولين، مستقبلات الانسولين دي بتختل لاسباب كثيره منها بقى السمنه ومن الحاجات دي، فبيبقى يجي له النوع الثاني من السكر اللي هو اختلال وظيفة الإنسولين نفسه، ما بيشتغلش. الإنسولين موجود لكن وبيبقى عالي كمان، موجود وعالي ونسبته عالية لكن ما بيشتغلش. فده السمنة سبب رئيسي من أسباب النوع الثاني من مرض السكر. ولذلك في أمريكا متوقعين بعد مواليد 2000 كل 3 أطفال هيبقى فيهم واحد عنده سكر من النوع الثاني. ليه؟ بسبب زيادة السمنة طبعا عندهم، السمنة والفاست فود والدليفري والكلام والقعدة القعدة على الكمبيوتر كتير، ما بيتحركوش، ما فيش رياضة. السمنة بتزيد طبعاً. فالسمنة زادت يبقى السكر لازم بيزيد بعدها على طول. طب عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور أعراض مرض السكر عند الأطفال، خاصة إن الأطفال بيبقى يعني ما بيتكلموش، ما وممكن مرض السكر ده يظهر في سن صغير، فبالتالي يظهر اي سن، فبالتالي الام هي اللي هتكون تمام. لازم تلاحظ تمام. الموضوع ده تمام. وبالتالي ان هي لما نكتشف المشكله من البدايه يمكن يكون حلها اسرع. تمام. الاعراض مختلفه، اعراض كثيره وممكن ما تظهرش منها اعراض خالص. اعراض مثلا التبول كتير، يروح الحمام كتير، يعمل بول كتير، ممكن يجي له تبول لا إرادي، كان الطفل بيتحكم في البول وهو نايم وفجأة أصبح لا يتحكم في البول وهو نايم، يجي له تبول لا إرادي، تحس إن الطفل خاسس شوية، خس، ابتدى يخس، يعني تحس إن هو بيعطش كتير، عاوز مية يشرب كتير ويروح الحمام كتير. في بقى ولا ساعات ولا سبب من دول بيظهر، وفجأة يجي نسبة كبيرة من مرضى السكر في الأطفال أول عرض منها للأسف غيبوبة فجأة بدون أي مقدمات. أيوة، ولا الأم مش ملاحظة، الأم مش ملاحظة، والسكر عمال يزيد ويزيد، ونسبة كبيرة يعني فوق تتعدى 50 أو 60% من أول عرض للسكر نشوفه نفاجأ به، بيجي بغيبوبة نتيجة زيادة السكر، وبيجي في العناية والاستقبال ونكتشف أنه عنده سكر، والأم والأهل لا ما يعرفوش حاجة خالص. ده اللي بيميز سكر الأطفال عن الكبار. الكبار بتبقى أعراضه معروفة، التبول كتير والأكل كتير، ويأكل كتير ويشرب كتير ويخس، فهو دي أعراض السكر في الكبار. لكن الصغيرين، الأطفال الصغار، أعراضه ممكن تكتشفها الأم لو الأم يعني متابعة كويس، تلاقي الطفل بيشرب مية كتير، بيطلب مية كتير، كان بيتحكم في البول وأصبح لا يتحكم في البول، ده برضو من ضمن الأعراض. تحليل بول بس، لو تحليل بول هتلاقي سكر في البول، تروح للدكتور الأخصائي على طول. بالنسبة للوقت اللي بيظهر فيه سواء التايب الأول أو الثاني، في مثلا في سن صغير بيظهر فيه عند الكبار، عند الأطفال الصغيرين، وعند الكبار إيه هو السن اللي بيظهر فيه، وأني تايب بيظهر، يعني اني تايب من السكر بيظهر في السن الكبير؟ التايب 1 واللي هو الانسولين، نقص الانسولين ده كنا بنشوفه مثلا في الاطفال، لكن ما كناش بنشوفه في سن صغير قوي، دلوقتي بقينا نشوفه في سن شهرين وسن 3 شهور واربع شهور وعندهم سكر اللي هو التايب 1. التايب 2 ده عاده كان بيظهر بعد سن ال 30 سنه، بس نتيجه بقى اللي حصل في العشر سنين الاخيره من السمنه والاعراض اللي ابتدى يظهر بدري في الاطفال، بقى ابتدى ممكن طفل عنده 10 سنين 12 سنه 15 سنه وعنده النوع الثاني اللي هو تايب 2 اللي هو اصلا كان بيجي في الكبار بس، فابتدى يظهر في سن الاطفال اللي هو فوق يعني حقق اكثر من 10 سنين بالذات، ابتدى المرض الثاني، النوع الثاني من السكر بيظهر في الاطفال دول. لكن هو كان عاده قبل كده كان بيظهر، حتى يقولوا بعد سن ال 30 كانوا مقسمينها كده، قبل سن ال 30 يبقى تايب 1 وقبل بعد سن ال 30 تايب 2، بس دلوقتي ده خلاص اتلغى، وتايب 1 بيجي دلوقتي في اي سن، وبيجي في الشهور الاولى من العمر،
وتايب 2 بيجي في اي سن من بعد يعني اطفال بيجي لهم دلوقتي سكر تايب 2 في اي سن والكبار طبعا بيجي لهم. مفيش سن محدد دلوقتي. لا لا. طيب بالنسبه لنسبه الاصابه بمرض السكر هل في هي في تزايد دلوقتي؟ زايده جدا. ولو في تزايد يبقى ايه اسباب التزايد؟ الزياده في مرض السكر ملحوظه جدا جدا وورلد على مستوى العالم كله. واحنا من الدول العشرة الاوائل على العالم في نسبه مرض السكر، يعني من العشرة الاعلى نسبه في السكر في العالم. وبرضك دول الخليج ابتدى يظهر فيها كتير، بالذات دبي برضك دي من نسبه عاليه فيها. الازدياد بقى السكر عموما هنقول ان يعني تايب 1 مش معروف ازداد ليه. هل التلوث ممكن يكون لي سبب؟ ممكن التلوث. التايب 2 طبعا معروف زاد ليه، لان نسبه السمنه زادت على مستوى العالم، بيزيد السمنه بيزيد تايب 2 فزادت النسبه جدا من بالزبط. بسبب السمنه. لكن تايب 1 مش معروف ليه، ولا كان يعني كان كنا ارتحنا قوي لو عرفنا السبب يعني. فلغايه دلوقتي مش معروف زاد ليه. زاد كل اسبوع بنشوف حالات كتيره جدا جدا في تايب 1 بالذات يعني. طب هل الحاله النفسيه والتوتر والعصبيه، لان احنا يعني في الفترات الاخيره عايشين في توتر وضغط عصبي وخوف وقلق، الحاله النفسيه ليها علاقه هو ده بمرض السكر؟ تمام. هو ده يظهر السكر، يعني واحد عنده استعداد ان هو يجيله سكر لما ينفعل يقول لك لا اتفعل جاله سكر، هي مش عارف عمل ايه زعل جاله سكر. هو بيظهر السكر لان في الانفعالات بتنزل هرمونات في الجسم كلها عكس الانسولين، الادرينين والنور ادرينين والكورتيزون والهرمون النمو كل دول عكس الانسولين فبيأثروا على الانسولين فبيظهر السكر. بس هو بيبقى عنده استعداد يعني هيظهر هيجي له سكر بس الانفعال ظهر السكر عنه. طبعا في دايما بنقول للاهل دايما نبعد عن الانفعالات واحنا بندي لهم العلاج. الانفعالات دي مش مطلوبه، ودي من مبادئ العلاج زي تنظيم الاكل والرياضه والكلام ده، برضه الانفعالات نبعد عنها وكده لان دي بتاثر على مستوى السكر بيرتفع مع الانفعالات والشد العصبي. طيب بالنسبه للمضاعفات مرض السكر لو ما تعالجش بسرعه او لو حد اهمل في علاجه، وساعات للاسف بعض الناس لما بتحس بتحسن ما بتكملش الدواء. لا بتزهق العلاج بفتره طويله وبيزهقوا. احنا عندنا الاطفال بياخدوا خمس حقن في اليوم على الاقل، خمس حقن انسولين في اليوم غير التحاليل. والحقيقه الدوله موفره للاطفال عندنا في التامين الصحي بتدي لهم عشان يتجنبوا الشكات الكتيره، بيدي لهم اقلام بدل السرنجه، بيدي لهم الالم المين، الم للانسولين المائي والم للانسولين اللي هو المعكر بيسموه المعكر طويل المفعول يعني سريع المفعول اللي هو بيسموه المائي، والمتوسط المفعول بيسموه المعكر يعني. فبيدي لهم الم لده والم لده، وبيدي لهم جهاز تحليل سكر في البيت، وبنصرف لهم الشرايط كل شهر، بياخدوا العلاج ويحللوا في كراسه، بندي لهم الكراسه يحللوا في الكراسه ويسجلوا التحاليل ويجيبوا لنا التحاليل ونتابع معاهم. خدمه صحيه الحقيقه ممتازه جدا. فالطفل بياخد العلاج اساسي في تايب 1 انسولين بس، ما فيش غير الانسولين. يجي الاطفال طبعا عاوزين ياخدوا برشام وعاوز حبوب وبتاع، ما فيش طبعا. الاهل طبعا دايما بيسالوا علاج السكر النوع الاول هو انسولين فقط، فبنصرف لهم الانسولين وبنصرف لهم الاجهزه جهاز تحليل السكر والالام عشان شكه الالم بتبقى يعني بسيطه شويه عن السرنجه. وكمان بيقدر يحسب الجرعه بسهوله، الالم نهايته من فوق كده تكه واحده دي وحده، تكتين دي وحدتين وهكذا، فسهل الام تحسب الوحده بدل السرنجه طبعا ممكن تغلط فيها، ودي متوفره هنا في مصر الاقلام بنصرفها لهم وكده. فبياخد العلاج انسولين وبياخد نوعين من الانسولين، نوع سريع المفعول ونوع متوسط المفعول عشان يغطي اليوم كله. فطبعا من كثره الحقن وغير اللي بيحل كمان مرتين على الاقل في اليوم او ثلاثه، المفروض يحلل اكتر. فطبعا الطفل بيزهق، ساعات يهرب من جرعه، ساعات ما ياخدش. فطبعا السكر لو ما اتظبطش، وانا دايما بنقول للاهل كده، السكر مرض السكر هو من الامراض يعني القليله جدا اللي لها علاج وعلاجه ليس له مضاعفات. يعني الانسولين ليس له مضاعفات الا غير ان انا اخد جرعه كبيره وتعمل لي نقص سكر، لكن غير كده بيبقى ليه مضاعفات لو اهمل العلاج او لو ما اتعالجش بسرعه. لو خد جرعه زايده ممكن يعمل مثلا نقص، لكن ما يعملش ما ياثرش بقى على القلب زي اعراض الجانبيه لاي دواء.
فهو الانسولين بنقول للاهل دايما هو المرض السكر هنعتبره ضيف عندنا جديد في البيت، نتعامل معاه كويس، وتعاملنا معاه كويس ما بيظهرش اي مضاعفات ويعيش الطفل طبيعي تماما تماما طالما سكره مظبوط. هو الهدف ان احنا نظبط السكر، يبقى انسان طبيعي. لكن لو اهمل في العلاج سكره بيرتفع، سكر بيرتفع فتره طويله بيأثر على كل اعضاء الجسم. كل اعضاء الجسم ممكن تتأثر بالسكر. ليه؟ لأنه هو بيأثر على الشرايين اللي هي حجمها متوسط، والشرايين اللي حجمها متوسط دي بتوصل لكل، يوصل للعين، ممكن يأثر على العين، يوصل للقلب، يوصل للكلى، يوصل كل الشرايين اللي هي منتشرة في الجسم ده بيأثر عليها السكر لما يكون مرتفع لفترة طويلة، فبتظهر مضاعفات السكر بدري، ممكن تظهر في العين، في القلب، في أي أعضاء. ولذلك احنا برضو التأمين بيوفر لهم تحاليل دورية عشان نطمئن على الطفل. كل سنه لازم نعمل وظائف كبد، وظائف كلى، وظيفه الغده الدرقيه، وظيفه ال في حاجه اسمها هيموجلوبين السكري، ونعمل له الدهون، دهون السنويه، لازم نعمل له نسبه الدهون في الدم كل سنه. دي تحاليل دوريه بتتعمل كل سنه، في تحاليل كل 6 شهور عشان ساعات الطفل، مش الطفل بقى اللي هو في ثانوي واعدادي وكده، بيكتب لنا تحاليله كويسه، بيألفها وما بيحللش الحقيقه للاسف يعني. فبيجي التحاليل مظبوطه، ضرر ليه هو، ضرر ليه هو، ضرر له هو ما يعرفش كده. طبعا بنوعي فيه، والام للأسف. والام لما اقول له انا ببص التحاليل بعرف ان هي متألفه، لان مثلا 110 120 مش مثلا 121 يعني فيش كلها راوند فيجر كده بتبقى باين، فبقول له دي متألفه، الام تضحك تبقى عارفه ان هو مألف. فده بنقدر نكشف، نعرف ان هو مألف التحاليل ولا لا. بنعمل له حاجه تحليل اسمه تحليل الهيموجلوبين السكري، ده كل 3 شهور بنعمله. الهيموجلوبين السكري لو السكر مظبوط هيطلع الهيموجلوبين السكري مظبوط، لان السكر لما السكر المفروض بيتحد مع الهيموجلوبين ويعمل رابطه مع الهيموجلوبين، فكل ما يزيد السكر الهيموجلوبين السكري يزيد. فلو الهيموجلوبين السكري طالع عالي اعرف ان هو الثلاث شهور اللي فاتوا السكر ما كانش مظبوط عن الطفل. يعني اهم حاجه ان احنا دايما نسيطر على مستوى السكر، لازم نظبط، وبالتالي ده هنحافظ على ان احنا ما الجسم ما يحصلوش اي مضاعفات ولا اي امراض اخرى. تمام. فيا ريت يا دكتور تقول لنا ايه هي الطرق الوقايه عشان ما اي حد ما يتعرضش لمرض السكر، او ان هو تنصح الام ايه ارشادات نصائح ومريض السكر كمان. اللي اقدر اقوله ان احنا نتفادى بقدر الامكان السمنه. السمنه دي اصبح خطر. انا في اطفال دلوقتي بيجي لهم، طيب النوع الثاني زي ما قلت لحضرتك بيجي لنا دلوقتي في التامين السمنة. عندهم النوع الثاني من السمنه. السمنه خطر كبير جدا جدا، بيهدد ثاني حاجه ان هم الام بقى لو لما يجي السكر خلاص، هو جاله سكر خلاص، نعتبره ضيف ونتعامل معاه بكويس ونظبط السكر، وعمر الطفل ما يجي له حاجه خالص. ولو لقت السكر في اي وقت مرتفع في غير معاد، واحنا بنقول لها عند مستوى معين، لو زاد مثلا 300 تدي انسولين مائي جرعه اضافيه، ولازم تدي له، ما تسيبش الانسولين عالي لفتره طويله عشان ما ياثرش على الجسم. فهي عارفه وبنحفظهم الكلام ده، وبنعمل لهم جلسات، وبنعمل لهم رحلات، بنجمع الاطفال كلهم يروحوا في رحله، وحد يروح معاهم يعرفهم، ومع بعض زي الجروب سيرابي كده يعرفوا بعض ان مش هو لوحده اللي عنده سكر، ويبقى معاه حد بتاع تغذيه يفهمه ايه اللي يعمله. والرياضه مهمه جدا جدا لمريض السكر والمريض السليم عشان يتفادى السكر. طبعا. تاني حاجة ظهر جديد دلوقتي في الطب، ان فيتامين دي مهم جدا جدا لمريض السكر والمريض الاكثر عرضة لمرض السكر. يعني مثلا انا جالي طفل عنده سكر، واخوه مثلا احتمال يجيله سكر احتمال كبير، فادي للمريض فيتامين دي، وادي لاخوه كمان فيتامين دي كوقاية. عشان ممكن يمنع مرض السكر عند السليم ويحسن مرض السكر عند المريض. فبندي لهم فيتامين دي شهريا، بندي لهم فيتامين دي ياخدوه كل شهر مع العلاج. والرياضه يعني الرياضه مهمه جدا، لان هي بتحسن مستقبلات الانسولين. يعني مستقبلات الانسولين بتستقبل الانسولين عشان يشتغل، الرياضه دي بتحسنها. والطفل بيعرف لما بيلعب رياضه كتير، حتى لما بينزل يلعب رياضه بنقلل الانسولين. بس بالنسبه للرياضه يا دكتور، يعني ان هو يعني هل ممكن تنصح ان هو يمتنع عن رياضه معينه؟ لان ده بتكون اي نوع كل رياضه، كل الرياضات، بس بيبقى في حرص لما يروح التدريب
الام معرفه يا اما تدي نص جرعه الدواء نص جرعه او حسب ما بنقول لها الانسولين المائي بالذات بتقلله، وبتاخد معاها سندوتشات معاها في النادي لو حصل نقص سكر او حاجه لازم تديله وتبقى عارفه بعد كده تقلل الجرعه اكتر عشان حصل له نقص سكر. طب لو حصل لهم نقص سكر او دخل في غيبوبه ايه هي بقى يعني الاجراءات او الاسعافات الاوليه اللي نقدر بيها نساعد المريض؟ تمام. اخطر حاجه في السكر ودي اللي دايما بنقول للام عليها ان هي علامات نقص السكر، نقص السكر اخطر من زياده السكر. يعني غيبوبه، في غيبوبه، في ثلاثه غيبوبه في السكر، غيبوبه نقص السكر وغيبوبه زياده السكر وفي غيبوبه ثالثه. هنقولها دلوقتي. غيبوبه نقص السكر دي اخطر حاجه. يعني هي دي يعني نتائجها مش كويسه. فالام نبقى عارفه ودي بتحصل يا دكتور في تايب طبعًا. في الاي وتايب بالتايب لا هي بتحصل في تايب 1 بالذات. تايب 1 بس. تايب 2 يبقى قليل قوي لو حصلت يعني ما بتحصلش. علامات نقص السكر دي مهمه جدا وبنحفظها للام. لان يعني الطفل ما بيجي له سكر لاول مره لازم بيتحجز في مستشفى عندنا وبنظبط له السكر، لان هي عمليه محاولات مش فيش جرعه ثابته لكل الاطفال حسب وزنه وحسب استجابته وبيختلف من طفل لطفل، يعني ممكن الاثنين نفس الوزن وده ياخد نص جرعه ده وده الاثنين مظبوطين، فلازم يتحجز في المستشفى ويتعمل له تحاليل وجرعات يبقى تحت المتابعه تحت المتابعه طبعا. والام بقى بنعلمها ازاي تدي الحقنه وازاي تعمل وازاي كل التعليمات اللي احنا بتشوفها في المستشفى هي بتحفظها وتعملها، ونعلمها بقى ازاي تلاحظي علامات نقص السكر على الطفل مهم جدا وتعملي ايه، لازم تبقى حافظه الحاجات دي. طب ازاي تلاحظها علامات نقص السكر؟ هي علامات نقص السكر يحس الطفل بدوخه، تحس ان هو دايخ، لو صغير قوي هتحس ان هو عرقان وهبطان وكان بيجري وبيلعب وفجاه قاعد على الارض مش قادر يتحرك. وعرق كتير، والعرق تلاقيه سائح حتى في عز الحر تلاقي العرق بارد ودايخ، فهي بتبقى عارفه على طول، بتدي له كوبايه عصير وسندوتش على طول. لو ما لحقتش بقى اللي تجري على المستشفى على طول، لو مش عارف يشرب او حاجه فبتجري، هو عارف هم عارفين العلامات دي ومتمرسين فيها دلوقتي، وان شاء الله الحمد لله ما بتحصلش يعني مضاعفات اكتر من كده، فبيلحقوه ويدوا له سندوتش عشان يرفع السكر بسرعه، وقصدي كوبايه عصير، اي عصير هم عارفين كوبايه عصير ترفع السكر بسرعه، وبعد كده السندوتش على طول ياكل عشان يحافظ على مستوى السكر ما ينزلش تاني بسرعه. وبالنسبه لو حد دخل في غيبوبه برضو في اي اسعافات اوليه نقدر نساعد بيها؟ والله لو قدرت في غيبوبة. لو قدرت هي لو هي لغايه ما ناخد المستشفى لو اكيد لازم احنا بنبقى قايلين لهم لو قدرت تدي له العصير خير يبقى خلاص مش هيحتاج مستشفى. لو ما قدرتش لو الصيدليه جنبها عارفه هي ابره في اسمها جلوكاجون، هي عارفه بنبقى قايلين لهم على الجلوكاجون ده، بتجيبه من الصيدليه والصيدلي يدي لها حقنه بالعضل على بال ما تروح المستشفى، على بال ما نوصل المستشفى بيبقى فائق. ونسبه الشفاء بتكون قد ايه يا دكتور؟ ولا مرض السكر سواء الكبير او الصغير بيعيش معاه؟ هو بيعيش على طول، بيعيش على طول، بس طالما علاجه موجود خلاص ما يعتبروش مرض. المرض ان انا مريض، مرض عندي مرض ماليش علاج، هي دي المشكله. انما طالما في علاج ومتوفر وبدون اثار جانبيه وما فيش اي في مشاكل خلاص المريض في بقى امال جديده بقى في زرع الخلايا الجذعيه، دلوقتي اتعملت بره بيزرعوا خلايا جذعيه في البنكرياس ممكن تنتج انسولين، وفي بقى عشان بس دي خلايا الخلايا الجذعيه هتفيد في التايب الاول والتايب 1 بس. لان تايب 2 اصلا انسولين شغال عنده بيفرز انسولين، ما عندوش مشكله في الانسولين، المشكله في ان الانسولين ما بيشتغلش في كويس زي الانسان العادي. هو اخطرهم يا دكتور اللي هو ما بيفرزش انسولين ولا البنكرياس؟ هما الاثنين خطورتهم واحده لو ما بيتعالجوش. خطورتهم واحده. طبعا خطورتهم واحده، لان لو هو الخطوره في ايه؟ بتيجي من ايه؟ من ارتفاع السكر، فالاثنين بيبقى فيهم ارتفاع سكر لفتره طويله من غير علاج خلاص هيؤدي الى مشاكل، لكن لو اتعالجوا الاثنين كويسين خلاص حافظ خلاص السكر طبيعي خلاص ما فيش مشاكل. هو بس هي زي ما حضرتك قلتي الطفل بياخد كتير وشكات كتيره ممكن بيزهق بتاع، فعملوا طبعا اختراعات كتيره في مضخات، المضخات اللي هي بتبقى تحت الجلد هنا، في مضخات نوعين، المضخ مثلا انت حضرتك بتظبطي الجرعه عاوزه مثلا خمس وحدات، تظبط خمس وحدات وتضغطي، هو هي بتبقى واصله تحت الجلد، ودي مشكلتها يعني فايدتها ان هي بتقلل عدد الشكات بس، لكن في مضخات تانية احسن شويه احسن تطورا بتبقى واصله بالدم، المضخه دي بتبقى واصله بالدم وبتقيس السكر بالدم هي وبتدي انسولين حسب مستوى السكر اللي هي قاسته، فانت ما تتدخليش فيها خالص، هي تشتغل اوتوماتيك، السكر مثلا 200 هي تنزل سكر على قد ال 200 كده، ودي نوع كويس وغالي هنا موجود في مصر،
لكن الامل بقى الزرع ده اللي هو بقى في ناس زرعت فعلا، راحت المانيا وزرعت بنكرياس وكانت خلايا جذعيه، وده بيؤدي يعني غيرت والله بتحسن البنكرياس وحط مش زرع بنكرياس، زرع خلايا جذعيه. زرع خلايا جذعيه، خلايا جذعيه دي الخلايا البدائيه. ونتائج الموضوع ده يا دكتور يعني جاب نتائج كويسه ادت للشفاء ولا حسنت مستوى؟ والله في واحد اتحسن فتره طويله ولسه بقى في المتابعه، لازم كل عمليات لازم يبقى لها فتره سنين عشان نقدر نحكم على نجاحها. دكتور عابد للاسف وقتنا خلص، كان في موضوعات تانية لكن ان شاء الله لنا لقاءات اخرى. بشكرك لوجودك معنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا اتمنى تكون الفقره عجبتكم واستفدتم من كل المعلومات اللي قلناها. استنونا، فقراتنا لسه مستمره لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.